كان إيفان ديمتريتشي رجلا من الطبقة المتوسطة، يعيش مع عائلته على دخل سنوي متواضع، ويشعر بالرضا التام عن نصيبه في الحياة. في تلك الليلة جلس إيفان على الأريكة بعد أن تناول العشاء وشرع في قراءة الجريدة، فقالت له زوجته وهي ترفع الأطباق عن المائدة: نسيت الاطلاع على الجريدة اليوم، هل نشروا أرقام التذاكر الفائزة؟ قال إيفان: نعم، ولكن ألم تنتهي مدة تذكرتك أصلا؟ نعم، لقد اشتريتها يوم الثلاثاء. وما الرقم؟ المجموعة 9499، رقم 26. حسن، لنرى. 9499 ورقم 26. لم يكن إيفان ديمتريتش يؤمن بحظ اليانصيب، وكقاعدة يتبعها دائما لم يكن ليفكر في تفقد أرقام التذاكر الفائزة أصلا، لولا أنه لم يكن لديه شيء آخر يفعله الآن، وأن الجريدة بين يديه بالفعل. هكذا مرر إصبعه إلى أسفل على عمود الأرقام، وكأن الأقدار في تلك اللحظة كانت تسخر من تشاؤمه وتشككه. وجد الرقم 9499 ينتظره في الصف الثاني. لم يصدق إيفان عينيه، فترك الجريدة تسقط من حجره دون أن يحاول النظر إلى رقم التذكرة الفائزة. شعر إيفان كأن أحدا أفرغ على رأسه دلوا من الماء البارد، وبقشعريرة تسري في فم معدته، قشعريرة واخزة شديدة وحلوة. بصوت مبحوح قال: ماشا، الرقم 9499 هنا. رفعت زوجته عينيها إلى وجهه المذهول، فأدركت أنه لا يمزح، وسقط منها مفرش المائدة المطوي وهي تسأله بملامح شاحبة: 9499؟ متأكد؟ نعم نعم، إنه هنا حقا. ورقم التذكرة؟ نعم، ها هو رقم التذكرة أيضا، لكن مهلا، لا أدري، لكن رقم المجموعة موجود. هل تفهمين ما؟ منح إيفان زوجته ابتسامة بلهاء واسعة كطفل تتدلى أمامه ميدالية مفاتيح لامعة، وبدلته زوجته الابتسامة بدورها، إذ كانت هي أيضا تشعر بالسرور لمجرد أنه ذكر رقم المجموعة فقط دون أن يحاول معرفة رقم التذكرة الرابحة. عندما تعذب نفسك وتشهيها بأحلام الثروة المحتملة التي ستنزل عليك، فإنك تجد نوعا غير مألوف من الإثارة يفعمك. ثم قال إيفان بعد صمت طال: إنها مجموعتنا ولا شك، لذا فهناك احتمال أننا فزنا فعلا، إنه مجرد احتمال لكنه أكثر من لا شيء. انظر إذن، تمهلي، لدينا الكثير من الوقت لنصاب بالإحباط. الرقم موجود في الصف الثاني من أعلى، أي أن الجائزة 75,000. هذه ليست مجرد نقود، بل سلطة، رأس مال. بعد قليل سألقي نظرة على القائمة، وهناك سأجده، رقم 26. ها؟ لكن ماذا لو فزنا حقا؟ بدأ الزوج وزوجته يضحكان، وكلاهما يرمق الآخر بصمت. لقد أربكهما احتمال الفوز، لم يستطع أحدهما أن يقول أو يحلم حتى فيما سينفق 75,000، ما الذي سيشتريه بها، إلى أين سيذهب. كلاهما فكر فقط في الرقمين 9499 و75,000، متصورا إياها في خياله، ولو أنهما لم يستطيعا بشكل ما التفكير في السعادة التي باتت ممكنة الآن. أخذ إيفان ديمتريتش يذرع الغرفة من ركن إلى ركن حاملا الجريدة في يده، ثم إنه بدأ يحلم قليلا بعد أن تعافى من الصدمة الأولى، وأخيرا تكلم وقال: إذا فزنا حقا فستختلف الحياة تماما، سيكون تحولا بكل معنى للكلمة. التذكرة ملكك أنت، لكن لو كانت ملكي فأول ما سأفعله بالطبع هو أن أنفق 25,000 على ملك حقيقي، عزبة مثلا، ثم أنفق 10,000 على المصروفات الضرورية، أثاث جديد وسفر ورحلات وتسديد الديون.
وما إلى ذلك، أما الباقي فيوضع في البنك ونعيش من فائدته. قالت زوجته وهي تجلس واضعة يديها في حجرها: نعم عزبة، سيكون هذا جميلا. عزبة في مكان ما في تولا أو أوريول، لن نحتاج هناك إلى فيلا نقضي فيها الصيف، كما أن العزبة ستدر علينا دخلا كذلك. وتزاحمت الصور في مخيلته، كل صورة منها باسمة واعدة أكثر من سابقتها. في كل هذه الصور رأى إيفان نفسه يأكل حتى يشبع، هادئا مفعما بالصحة، شاعرا بالدفء بل بالحرارة هناك. بعد أن يحتسي حساء صيفيا باردا كالثلج، سيستلقي على الرمال الساخنة بالقرب من نهير صغير، أو في الحديقة تحت شجرة ليمون. الجو ساخن، وابنه وابنته يلعبان على مقربة منه، يحفران في الرمل أو يطاردان الخنافس المرقطة بين الحشائش. يغيب في غفوة لذيذة دون أن يفكر في شيء أو يشعر بالحاجة إلى الذهاب إلى العمل اليوم أو غدا أو بعد غد. إذا سئم الاستلقاء فسيذهب للتمشية في حقل القش، أو قطف حبات الفطر في الغابة، أو مشاهدة الفلاحين يصطادون الأسماك. عندما تغرب الشمس سيمشي الهويني إلى سقيفة الاستحمام، حيث سيخلع ملابسه دون أن يخشى عينا فضولية، ثم يمسد صدره العاري بيديه قبل أن ينزل إلى حوض الاستحمام. في الماء بالقرب من دوائر الصابون تتقافز الأسماك الصغيرة هنا وهناك، وتومئ الطحالب له محيية. وبعد الاستحمام سيجد قدحا ساخنا من الشاي بالحليب وفطائر القشدة الطازجة في انتظاره. وعندما يأتي المساء سيتبادل الزيارات مع الجيران. نعم سيكون من الجميل أن نشتري عزبة، قالت زوجته التي كانت تحلم بدورها وقد نضحت ملامحها بالأفكار الخلابة التي تراودها الآن. تخيل إيفان الخريف وأمطاره ولياليه الباردة، وتخيل الصيف في سانت مارتن. في هذا الفصل سيقضي وقتا أطول في التمشية في الحديقة وعلى ضفة النهر، ثم يجرع كأسا كبيرة من الفودكا يتبعها بحبة من الفطر المملح أو الخيار المخلل، ثم كأس أخرى. سيأتي الطفلان جريا من حديقة المطبخ الصغيرة يحملان ثمار الجزر أو الليفتي ذات رائحة التربة الطازجة، وبعدها سيتمدد على الأريكة متصفحا واحدة من المجلات المصورة، أو يغطي وجهه بها ويستسلم لنوم عميق. لكن صيف سانت مارتن يتبعه شتاء كئيب لا تكف فيه الأمطار عن الهطول ليل نهار، شتاء تبكي فيه الأشجار العارية وتعوي فيه الريح الباردة، ستبتل الكلاب والجياد والدواجن وتشعر بالبؤس. ليس هناك مكان يمكنه أن يتمشى فيه دون أن يلوثه الوحل، ولا يمكنه الخروج من البيت طيلة أيام. سوف يظل في الغرفة وراء النافذة متطلعا إلى الجو الغائم، فيا للكآبة. كف إيفان عن الأحلام وتطلع إلى زوجته مغمغما: يجب أن أغادر البلاد يا ماشا. ثم بدأ يفكر كم سيكون من الرائع أن يرتحل في أواخر الخريف إلى مكان آخر، جنوب فرنسا، إيطاليا، الهند. قالت زوجته: يجب أن أغادر البلاد معك إذن، لكن انظر إلى الرقم. انتظري. أخذ يتحرك في الغرفة من جديد مفكرا، ماذا لو غادرت زوجته البلاد معه فعلا؟ لكن من الجميل أن يسافر وحده، أليس كذلك؟ لا في صحبة امرأة لا تفعل شيئا إلا الثرثرة عن أطفالها طوال الطريق، ثم تتنهد وترتجف مع كل مليم ينفقه. تخيل إيفان ديمتريتش زوجته في عربة القطار حاملة أطنانا من اللفائف والسلال والحقائب. لا بد أنها ستجد شيئا تشكو منه طيلة الوقت، ستشكو من حركة القطار التي أصابتها بالصداع، أو من أنها أنفقت نقودا أكثر من اللازم. في كل محطة يتوقف فيها القطار سيهرع لإحضار الماء الساخن والخبز والزبد، وسترفض هي تناول العشاء لأن ثمنه سيكون غاليا في رأيها. ستوبخني على كل مليم أنفقه، ورمق زوجته قائلا لنفسه: تذكرة اليانصيب ملكها وليست ملكي أنا، لكن ما الفائدة من مغادرتها البلاد أصلا؟
ما الذي ستجده في الخارج؟ ستجلس في الفندق طوال اليوم ولن تدعني أغيب عن نظرها، هذا مؤكد. وللمرة الأولى في حياته بدأ يدرك أن زوجته صارت عجوزا قبيحة، وأنها مشبعة حتى النخاع برائحة الطبيخ، بينما لا يزال هو شابا قويا في كامل صحته ويستطيع أن يتزوج أخرى. بالطبع كل هذا مجرد كلام فارغ، لكن لماذا تغادر هي بلاد فعلا؟ وما الذي ستستفيد به؟ لكنها ستفعلها على كل حال، فكل الأماكن متساوية عندها، سواء أكانت نيس أم نابولي، إنها لن تفعل شيئا إلا أن تعوقني، وستجعلني أعتمد عليها في كل شيء. ستخفي النقود بمجرد أن تحصل عليها، وستعتني بذويها خير عناية وتلومني إذا أنفقت مليما واحدا. وبدأ إيفان ديمتريتش يفكر في ذوي زوجته، في كل هؤلاء الإخوة والأخوات والأقارب الحقراء الذين سيحتشدون حولها كالذباب فور أن يبلغهم خبر فوزها باليانصيب. سيأتون شاكين متباكين كالشحاذين، يتملقونها بابتساماتهم اللذجة الأوغاد. إذا أعطياهم شيئا فسيطلبون المزيد طبعا، وإذا رفض إعطاءهم فسيشرعون في صب السباب واللعنات عليهما. ثم فكر إيفان في ذويه، هؤلاء الذين لم يعرهم كثيرا من الاهتمام في الماضي، فبدت وجوههم له الآن قبيحة كريهة. الأفاعي. والآن بدا وجه زوجته له أيضا قبيحا كريها، وشعر بالغضب يشتعل في قلبه نحوها، وقال لنفسه: إنها لا تعرف شيئا عن المال، كما أنها بخيلة أصلا، حتى إذا فازت فلن تعطيني إلا أقل القليل، ثم تخبئ الباقي تحت الأرض. لم يعد ينظر إلى زوجته مبتسما، بل باتت نظراته محملة بالكراهية، وكانت ترمقه بدورها بالنظرات ذاتها. هي أيضا كانت غائبة في أحلام اليقظة والخطط والتأملات، وتعرف تماما ما يفكر فيه زوجها، تعرف أنه سيكون أول من يحاول الاستحواذ على النقود. عينها تقولان بوضوح إن من السهل جدا أن تستغرق في أحلام اليقظة على حساب الآخرين، لكن إياك أن تجرؤ على الدنو من مالي. وفهم إيفان مغزى نظرتها، وبدأ الغضب يتحرك في صدره مرة أخرى، فقرر أن ينظر إلى رقم التذكرة الرابحة وبنبرة عالية ظافرة قال: المجموعة 9499، الرقم 46 لا 26. وفي لحظة اختفت الكراهية والأمل، وفي لحظة أدرك الاثنان أن هذا البيت مظلم جدا، صغير جدا، بارد جدا، أن العشاء الذي تناولاه منذ قليل لا يمنحهما أي تغذية، وإنما يثقل معدتيهما لا أكثر. إن لياليهما طويلة متعبة. بتعاسة قال إيفان: وما الفائدة؟ أينما خطوت أجد تحت قدمي ورقا ممزقا وغبارا وقشرا. هل تقنسين هذه الأرض؟ يجب أن أخرج من هنا لتحل اللعنة بروحي. سأذهب وأشنق نفسي في أقرب شجرة. تمت بحمد الله.